السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتاتي، كنتمنى الله تكونوا بصحة جيدة وأحسن الأحوال. اليوم جيت نوجد معكم هذه الحليوة، هذه حليوة اقتصادية وسهلة في التحضير، ما كتكلفكم لا تعب ولا مقادير. ادوزوا معايا إن شاء الله المقادير وطريقة التحضير ديالها، فابقوا معايا خواتاتي. المقادير وطريقة التحضير كالتالي: عندنا هنا نص كيلو ديال الكاوكاو اللي هو ما محمر ما حتى شي حاجه، شدينا كاوكاو مسحناه في واحد المنديل وهرمشناه. وعندنا هنا نيسلي كراميل اللي حضرته بيدي هكا، انا خليته خفيف ما بغيتوش يقصح. عندنا هاد الليمون، هذا عندنا هاد السيليكون، هذا فيه هاد الوريضات. فتابعوا معايا الطريقه ديال التحضير. بسم الله. مسألة سهلة، صابلي هانتوما من بعد ما خلطناها نزيدو هاد الصابلي. هاد الصابلي قولوا لي ديالاش؟ هاد الصابلي اللي كنصاوبوه في الدار، كنصاوبو صابلي كيكون عندنا صابلي كيشيطنا. هانتوما طحنتو مع الفاني وغادي نخلط به الحلوة ديالنا. من غير ما نشريو صابلي من الحانوت ولا هيرنيس ولا نزيدو في الحلوة ديالنا. هنا رشينا هاد الليمون ديالنا، رشينا هاد الليمون ديالنا بالجلجل الابيض، غادي نكورو ونحطو هنا في هاد الجلجلان. غادي نحطو الكويرة ديالنا هنا، دابا غنديرو كويرات على هاد الحجم هذا. بحال هكا كنخلطوهم شويه، كنضغطو عليهم في المول ديالنا بحال هكا. غادي نمشيو على هاد القطر بحال هكا حتى غنساليو وغندخلوهم للثلاجة، يبردو يشدو راسهم وغادي نخرجوهم. دابا غندخلوهم للثلاجة حتى من 10 دقائق، غادي نخرجوهم يشدو راسهم شويه. من بعد ما خرجناهم من الثلاجه، دابا عندنا هاد السيليكون، عندنا عجينه الشكلاط. دابا غادي نهزو عجينه الشكلاط، غادي نديروهم في هاد الوريضه الصغيره. بحال هكا نضغطو عليها غادي نخرجوها. هكا نشدو هاد الوريضة، هادي غادي نحطوها هنا بحال هكا. غنمشيو على هاد الشكل هذا حتى غنساليو، غادي نرجعو معاكم ان شاء الله. الشكل النهائي ديال الحليوة ديالنا هانتوما، كتجي زوينة وراقية. كنتمنى تعجبكم وتشاركوها معايا حبيباتي. ما تنساوش تشاركوا في القناة ديالي، تبركوا على المربع الأحمر وتخدموا الجرس ووصلكم كل جديد. ديروا لي واحد جيم وواحد تعليق مزيون من يديكم الذهبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.